من 14 من كبار شخصيات القصر الذين تأمروا على حكمه كما تقول الروايات التاريخية في ذلك الوقت، وكما تحدث عنها محمد العنابي في كتابه الشهير كيف دخل الفرنسيون إلى الجزائر أو كيف احتل الفرنسيون مدينة الجزائر. أعتقد أن الجزائر في هذه الفترة مثل ما تذكر الدراسات الأكاديمية الجزائرية كانت على علم بما يقع في المجتمع الفرنسي. الجزائر لم تكن بعيدة من خلال جواسيسها وقناصلها وسفرائها عن ما يقع في الضفة الأخرى، لكن للأسف الشديد كما يقول واحد من كبار مؤرخي المدرسة التاريخية الجزائرية لم تتشكل بعده الوحدة الوطنية والشعور الوطني الذي ظهر فقط أيام العدوان وأيام الخطر المحدق ببلدنا حينما توغل الفرنسيون في المتيجة وفي بلاد القبائل وفي البليدة والمدية وشرشال وغيرها من المواطن. بدأ الجزائريون فعلا يتفطنون أن هذه القوة الغازية جاءت لتحتل البلد وتضرب أهاليه إلى الصحراء، كما نادى بذلك بيان دي فورمون وهو من مشاهير قادة نابليون بونابرت ومن الذين فروا من معركة واترلو. للأسف الشديد هو الذي تمكن من احتلال الجزائر البيضاء وهتك أعراضنا ودمر خزينتنا واستولى على كل ثرواتنا. هذا ما يمكن أن يكون كتعليق على نابليون بونابرت وعلاقته بالمشرق والجزائر تحديدا. طب دكتور، هل كان يعني من الممكن لأي قوة دولية في تلك الفترة أو إقليمية أن تفسد خطط فرنسا لاستعمار الجزائر؟ والله شوف، القضية هذه ليست يعني قضية شائكة، لأن الدراسات والوثائق العصر قد نشرتها حتى الصحف المحلية سواء في فرنسا المونيتور أو في إيطاليا أو ميركور في بريطانيا، وقد ترجمها ونشرها الشيخ المؤرخين الدكتور أبو القاسم سعد الله. في الحقيقة الذين عارضوا نية فرنسا في غزو الجزائر هي بريطانيا، لأن بريطانيا في حقيقة الأمر في سنة 1816 قد خالفت المصالح الفرنسية في النابة، في خاصة الشركات التي تستخرج البرجان من القالة وغيرها من هذه المناطق الغنية في الجزائر. طبعا بريطانيا كما هو معلوم كانت القوة الأولى البحرية في العالم، لكن القوة البحرية الثانية كما يفتخر الجزائريون هي الجزائر. الجزائر كانت القوة البحرية العالمية الثانية في ذلك الوقت، ولكن للأسف الشديد بريطانيا في هذه الفترة يعني يوم تمكن أو يوم خرج الفرنسيون من طولون لاحتلال مدينة الجزائر بأزيد من 40,000 من جذاب الأفاق كما أسميهم في كتبي وأبحاثي، بريطانيا للأسف الشديد كانت مهتمة بتجهيز جنازة ملكها. في هذه الفترة مات الملك البريطاني، فاستغل الفرنسيون انشغال الملكية الإنجليزية بمن يخلف الملك وانشغالهم بظروفهم الخاصة، فتمكنوا من إقناع القصر الملكي من خلال سفير فرنسا في لندن بأن هذه الحملة حملة تأديبية للدي حسين الذي أساء للشرف الفرنسي في شخصية دوفال مثل ما تحدث الأستاذ الطيب الحصة الماضية حينما ضربه بالمروحة، وكذلك قال له أو قال شارل العاشر وهو من الأسرة الملكية البوربون، قال له إننا نعمل على تأديب هؤلاء البرابرة والقرافنة حماية للمسيحية التي تتعرض إلى أبشع الظروف، لأن الجزائر آنذاك كتبت عنها دراسات استشراقية والدراسات الأدبية أنها جلادة المسيحية. هناك كتابات كثيرة جدا شائعة في ذلك الوقت أثارت زوبعة كبيرة جدا في الأوساط الأدبية والأوساط العلمية أن الجزائر هي موطن القرافنة ويجب. لكن دكتور لماذا يعني، هل كانت تهاجم المسيحية ولا هل كانت تنشر الإسلام ولا لماذا بالضبط كانت تسمى بهذا الاسم؟ لا، هو في الحقيقة الجزائر كانت دولة تحمي الحوض الغربي للبحر المتوسط. البحر المتوسط كما يتحدث المؤرخ الكبير رحمة الله عليه توفيق المدني في كتابه حرب الجزائر، حرب 300 سنة بين الجزائر وإسبانيا، الحوض الغربي كان بحر جزائري. الجزائر أعادت الأمجاد للحوض الغربي والحوض الشرقي أيام عز دولة الإسلام من مطلع القرن 16 إلى 1827، وبالتالي الدولة الجزائرية
في هذه الفترة ومن خلال العلاقة الدولية المعروفة أن هؤلاء الأسرى من السفن المسيحية كانوا يتحولون إلى عبيد، إلى أن تقوم الشركات المسيحية وشركات الرهبان والشركات الدولية آنذاك بفدائهم أو لإقامة علاقات سلمية، مثل ما وقع لسفينة أمريكية حينما تمكن منها الجزائريون في الشواطئ الأطلسية الإفريقية، أسر الجزائريون 100 أمريكي، فلما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة علاقات سلمية مع الجزائر أطلق الجزائريون 100 أسير أمريكي، والكتابات الأمريكية كتبت كثير من الروايات خاصة القنصل شالير ويليام شالير وكل القناصلة الأمريكان كتبوا عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا. وبالتالي الجزائر كان فيها أقلية مسيحية محترمة وفيها يهود لهم مكانة وجيهة جدا في تلمسان وقسنطينة وغيرها والعاصمة وغيرها من المدن، ولا الجزائر لم تحارب أي دين من الأديان على أراضيها، ولكنها كانت تقوم بحماية نفسها وحماية ذاتها من خلال طرد أو من خلال القضاء على الأساطيل البحرية التي تحاول غزو مدينة الجزائر البحرية كما قلت في الحصة الماضية بألف مدفع. أعتقد هذا ما يمكن أن أقول في إجابة عن هذا السؤال. يعني الجزائر كانت عندها علاقة جيدة بجيرانها؟ يعني طبعا الجزائر كانت لها علاقة متميزة جدا مع فرنسا، مع إنجلترا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع حتى الدول المستضعفة والبسيطة كإيطاليا وهولندا، بل هناك علاقات سلمية متميزة مع النرويج وهولندا والسويد، لأنها هذه الشعوب الإسكندنافية لم تكن لها أطماع عدوانية لتحطيم الجزائر كما فعل الأسطول الفرنسي في الإنجليزي في سنة 1816، لكن هذا دكتور يعني الفرنسية. دكتور يعني هذا لم يحوز يعني دون أن تستعمر الجزائر وأن يعني تلقى أي دولة يعني تساعدها. في الحقيقة الجزائر لم تكن لها أطماع في أي منطقة من المناطق. هذه السياسة أو سياسة الجزائر التي تتحدث عنها الدراسات حول القرصنة والقراصنة ووكر القراصنة ووكر العبيد، وكثير من الرهبان يقولون يجب تدمير الجزائر البيضاء لأن في تدميرها تحرير للإنسان وإنهاء الرق في هذه المنطقة، إلى غير ذلك من هذه الأدبيات الاستفزازية الإعلامية التي أطلقتها الكتابات الاستشراقية في القرن 18. طبعا صورة الجزائر شوهت بشكل كبير جدا في أمريكا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي إيطاليا، طبعا لأنه كما أخذ هذه الكلمة على اصطلاح ولسان الأستاذ عبد اللطيف، كانت الجزائر دولة مزعجة للغرب، كانت تقف في مواجهة أطماع القوات الصاعدة بريطانيا وفرنسا، وبالتالي الجزائر كانت قوة أمامية لحماية الغرب الإسلامي أو منطقة المغرب الإسلامي، وبالتالي هذه القوة المزعجة التي تقف وتحمي ثروات وخيرات وأراضي واسعة وأراضي زراعية تسيل اللعاب، أرض الابتيجة يا سيدتي الفاضلة كانت من أخصب الأراضي في العالم، والجزائر من أيام روما إلى 1830 كانوا يسمونها أو يطلقون عليها مطمورة روما أو خزان روما للقمح، فشيء طبيعي جدا أن المخيال الفرنسي يسترجعوا أيام روما وبيزنطة في الجزائر وشمال إفريقيا عموما، وبالتالي محاولة من شارل عاشر التنفيس عن شعبه ولفت الجيش الكبير الذي أسسه نابليون بونابرت إلى قضية خارج الجزائر حتى لا يتوجهوا إلى فرساي أو إلى باريس للقضاء على الملكية وعلى التعفن الذي فرض عليهم منذ مؤتمر إكس-لاشابيل سنة 1815، فشيء طبيعي للغاية أن هذه الدولة المزعجة يجب القضاء عليها لأنها تطبق مقولة الدبلوماسي البيزنطي المعكوسة. قال دبلوماسي بيزنطي في القديم كما تذكر الكتابات الأمريكية المعاصرة إن روما هي أم الشرور وكلها، فيجب تحطيم روما. في هذه الفترة انعكست الآية، الجزائر كانت أم الشرور، فأصبحت الجزائر البيضاء وكر القراصنة وعلى لسان كثير من الرهبان، فيجب تدمير وكر القراصنة، فشيء طبيعي جدا.